تفضلي. عندنا ربع ديال الدقيق، ربع دقيق، نعم، شوية الملح، ملح، أصفر بيضة، أصفر بيضة، ونص بكية مارغرين، ونص بكية مارغرين. وعندنا للخليط الماء باش نجمعوه. خليط، نعم، كنعجنو هاد العجين، اها، وكنطلقوها بالمدلك، اها، وكنسرخوها في مول دائري عادي، وكنثقبوها بالفرشيط، نعم، وكندخلوها الثلاجة، نعم، وكندوزو نوجدو الحشو. الحشو شنو فيها؟ عندنا بصلة مشحرة، لا مشحرة، ومعاها شوية مليحة، مليحة، نعم، والزيت، زيت، عندنا شوية الإبزار، إبزار، ورقة سيدنا موسى، ورقة سيدنا موسى، وجوج خيزوات محكوكين في حكاكة رقيقة، جوج خيزوات محكوكين في حكاكة رقيقة، جوج قرعات محكوكين في الحكاكة الرقيقة تاهما، جوج قرعات تاهما محكوكين، وكنشحرو هادو في المقلة، وكنجبدو هاديك العجين اللي وجدناه ودرناه في الثلاجة، كنديرو فوق منها هاد الحشو، نعم، صدر دجاج مقطع ومشحر، كنديرو فوق منها هاد الحشو، وكناخدو ربعة البيضات وكاس حليب، نعم، كنطربوهم، وكنديرو فوق من هاد الحشو اللي درنا، اها، نعم، وكنديرو فوق منه فورماج محكوك، اها، وكندخلوها الفرن، نعم، وكنقدموها في الصحافة. الله يعطيك الصحة لالا، تبارك الله عليك. ودائما كما قلت لنا لالا فاطمة، لا بغينا نديرو الفرماج، يعني تنطفيو الفران وعاد أكيد ندخلو فيه الفرماج باش كيبقى طري وما كتجيش ديك الكراتان قاصحة ولا أي حاجة، ولا البيتزا ولا أي حاجة اللي كنستعملو فيها الفرماج. هذه أستوس كانت عطاتها لنا وخاصنا نطبقوها.